مرحبا، تحياتي. من الأسباب الرئيسية لتنميل الإيدين والخضران والضعف العام اللي موجود في الإيدين اللي هي ضعف التروية الدموية وحركة الدورة الدموية على الإيدين، وهذه ممكن نعمل لها فحص لعملية كمية الدم المتدفق للإيدين بحيث إنه نرفع إيدينا بهذه الطريقة، الإيدين مع بعض على نفس الارتفاع، ونظلنا نعمل هاي الحركات الانقباضية واحنا رافعين الايدين لمدة نص دقيقة دقيقة ونشوف وانت بنتعب. هلا بعد مرور دقيقة لدقيقة ونص اكيد حنتعب وحننزل الايدين التنتين، هذا وضع طبيعي، بس الوضع اللي مش طبيعي انه ايد تضلها تعمل وتتحرك بشكل قوي بدون تعب والايد التانية ما تقدر تكمل. في هاي الحالة بننزل ايد وبنضلنا شغالين في الايد، فالايد هذه هي اللي بيكون فيها تسكير لمجرى الاوعية الدموية والشرايين والاوردة، وهذا ممكن يكون من مناطق مختلفة. ممكن يكون المنطقة الرئيسية منطقة الكتف، مفصل الكتف من الامام وين ما بتمر الشرايين والاوردة وبتغذي العضلات. ممكن يكون من مفصل الكوع، ممكن يكون من عند الرسغ والقناة في قناة النفق الرسغي، يعني من عدة مناطق. طيب في هاي الحالة شو ممكن أسوي لتنشيط الدورة الدموية؟ التمارين الرياضية الصباحية اللي أول ما نصحى من النوم لازم نسويها. كيف بدنا نعمل هاي التمارين؟ بدنا نعمل عملية نرفع إيدينا لفوق ونحاول نعمل عملية الاهتزازات بالطريقة هذه. قد ما بنتحمل 30 ثانية وبعدين بننزل ايدينا لتحت، ونفس الشيء وهن ايدينا لتحت بنعمل عملية فقط الاهتزازات البسيطة هذه واحنا منزلين ايدينا. نص دقيقة نص دقيقة للأعلى بنعمل هاي الحركات، بنحس بتعب اولها، بنحس انه مش قادرين نكمل، قد ما نتحمل بنظلنا رافعين ايدينا وبعدين بننزل ايدينا لتحت، وبنظلنا نزيد التكرارات هذه يوميا، وكل يوم بنصير نحس انه بنصير نرفع ايدينا اكثر، والتنميل والخضران والوجع اللي موجود في ايدينا او الانتفاخات هاي كلها حتروح. الانتفاخات يعني تجمع السوائل، عدم قدرة الجهاز اللمفاوي والغدد اللمفاوية اللي متجمعة في منطقة تحت الأباط على انها تضخ هالسوائل وتخرجها من الايدين، فهذا التمرين رئيسي لهذه الحالات، وهذا يساعد كثير الناس اللي عندهم تنميل وخضران بغض النظر سواء من النفق الرسغي او من منطقه الكوع او عندهم مرض السكري وتجمع هالسكر داخل الشرايين والاوعيه الدمويه أو أي مرض في الجهاز اللمفاوي أو في الأوعية الدموية اللي بيؤدي لتجمع السوائل والخضران والتنميل. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود السوس، علاجات طبيعية وتأهيل.